جنون البلاك فرايدي. وحول هذا الموضوع تنضم إلي أمينة عبد القادر، مدربة مالية ومستشارة استثمار. أهلا بك أمينة. دعينا نتحدث عن المجتمع العربي، كيف يؤثر هذا اليوم أو البلاك فرايدي علينا كمجتمع وعلى الأسرة العربية واقتصاد الأسرة العربية؟ أهلا مريم، أهلاً. طبعا تأثيره زي ما بأثر على كل المجتمعات، إنه غالبية الناس بتصير تفكر وين بدي أروح وشو بدي أشتري وشو الأشياء اللي ممكن أعملها أو أستغلها عشان أنا ما أخسرش هذا اليوم اللي هو يوم البلاك فرايدي، يوم الحملات اللي كثير كثير كبيرة. حكوا قبل شوي بالتقرير عن كيف هم بيشتغلوا على عقولنا، فإنه التجار بيعرفوا يشتغلوا على عقليتنا وكمان على نفسيتنا، إنه لازم نستغل هاي العروضات قبل ما تهرب أو تروح علينا وبجوز ما نشوفهاش كمان مرة. فهنا بيستغلوا أكثر من تقنية في التسويق، لأنهم بيعرفوا إنه لما بنتخذ قرارات اقتصادية إحنا منفكرش بعقلنا، إحنا منفكر بقلبنا وبشو ممكن نختار. وبنعرف إنه الأشخاص حتى في الاستثمار بيكون الوجع من الخسارة أقوى من الفرحة من الربح. فلهذا السبب بعطونا فترة كثير محددة، فترة قصيرة، وبيقولوا لنا اشتروا. العائلات العربية بالذات بسبب إنه الدخل عندنا أقل، يعني بدنا نحكي بالمعدل نسبياً من العائلات اللي في المجتمع اليهودي، فبيكون علينا التأثير كمان أكبر من ناحية التأثير السنوي على الميزانية تبعت العائلة. فالعائلة لما بتصرف مبلغ كثير كبير بهذا اليوم أو بهاي الفترة، لأنه بطل بلاك فرايدي هو يوم، صار أسبوع أو أسبوعين شهر لبلاك فرايدي والتنزيلات والحملات، فصرنا بنصرف من الميزانية السنوية تبعتنا نسبة كثير كبيرة. وهيك إحنا اليوم يمكن ما نشوف التأثير، بس كمان شهر أو شهرين نصير نحس بالوجع، لأنه صرنا نتكل على الشراء بمساعدة بطاقة الائتمان وأي آليات اللي ممكن إنها تأجل الدفع، الآليات اللي ما كناش إحنا متعودين عليها، لأنه معروف إنه المجتمع العربي غالباً كان يستعمل النقدي، واليوم صار يتجه ويتوجه أكثر كمان بسبب التقييدات، وكمان بسبب إنه صار أسهل تأجيل الدفع وإمكانية واستخدام مصاري مش إلنا لسه، يعني بعد يعني ما وصلت لنا. طيب بكل الأحوال إحنا موجودين في خضم هذا اليوم المجنون ونفكر في قلبنا وليس في جيبتنا حتى. نصائح توصيات للمشاهدين المقبلين على شراء يعني احتياجات، إن كانت احتياجات فعلا في البلاك فرايدي، ما هي توصياتك أو نصائحك؟ نصائح هي إنه نتذكر إنه الحملات هاي والتخفيضات هي إيش اللي بيجي أكثر من مرة بالسنة، فنقدر نستغلها أو هي بتقدر تستغلنا. فإذا إحنا بدنا نستغلها بدنا نكون متوقعين وين بدها تيجي. يعني إحنا بنعرف إنه في نهاية السنة غالباً بيكون في حملات، يعني على رأس السنة وعلى الفاسح غالباً على الأعياد، يعني بده يكون في حملات، فبدنا نكون حاضرين إلها. حاضرين إلها بمعنى إنه نعرف شو هي احتياجاتنا، شو الأراضي اللي إحنا عاوزينها، نعرف شو أسعارها بالأساس. يمكن ما تكون مكتوب عليها إنه هي بخصم، بس كثير مرات في البلاد بيعلوا السعر شوية قبل هاي الفترة عشان ينزلوا ويضلوا ربحانين نفس نسبة الربح، فنكون جاهزين إلها أول إشي. إذا بدنا نشتري غرض، يعني أنا طلعت مثلاً من البيت وناوي أشتري غرض ب 1500 شيكل لقيته ب 1200 شيكل، هون أنا فعلاً يعني خففت على حالي مصروف. بس إذا أنا كنت ناوي أشتري ب 1500 واشتريته ب 1200، بينما إذا أنا ما كنتش ناوي أشتري ولا شيء واشتريت ب 1200، معناها أنا خسرت حالي 1200 شيكل. صحيح. يمكن كانوا معي ويمكن ما كانوش معي، يمكن كانوا مخصصات لإشي ثاني. هاي بالنسبة للحملات. كمان بنهتم بإنه إذا أنا بدي أشتري مثلاً
أأجل الشراء، إذا من وين المصاري هدول بدهم يجوا؟ على حساب شو الشهر الجاي؟ لأنه زي ما حكيتي هني مصاري بعدهن مش معي، بس هلا عن جد رح يكونوا معي الشهر الجاي كمان. بدي أسأل حالي هاي الأسئلة. يعني مهم كمان إذا أنا تاجر أفكر إنه إذا بآخر السنة بيكون في هاي الحملات، إذا ممكن أنا أستغلها عشان أشتري بضاعة بكميات معينة. هو كل الهدف إنه يخلصوا التجار من الكميات اللي عندهم قبل استعداد آخر السنة. فإذا صحيح. أنا تاجر وبدي أستغل إنه هاي الأسعار قليلة ولفترة طويلة أنا بدي أبيع، فكمان ممكن إنه ننتبه يعني على هاي الشغلة وننتبه. تفضلي. يعني للمستهلكين وللتجار أيضا هذه النصائح مهمة. للأسف داهمنا الوقت، شكرا لك على هذه التوصيات أمينة عبد القادر، مدربة مالية ومستشارة استثمار، شكرا لك.